المفاجأة اليوم هي كما قلنا واحد ديال الديسك جديد ديالنا اللي خارج دابا ديال ناكر الحسن اللي هو فيه واحد سميتو خدمنا على واحد التراث مزج بين التراث ديال المكناس اللي هو الملحون مع الراب اللي هو الموضوع راه كان الموضوع راه هو ديال ناكر الحسن بين المتين كر الخير وكذا واول مره غادي تلعب ان شاء الله هنا في موازين ان شاء الله فهاد الصرا ديال اليوم دائما الخدمه مع الدي جي فون حنا هاد الساعه دابا كنخدموا معاه يعني الدياس كامل اللي سمعتي ديالنا جداد راه كنخدموا معاهم ان شاء الله وباقي كاينين اغاني وحدين اخرين ان شاء الله نتمنوا يعجبوكم والدي جي فون تعجبنا حنا خدمته يعني تيتفاهم معنا يعني كاين واحد التفاهم مراكش ومكناس نفس عندنا نفس الافكار نفس تقريبا نفس الضحك نفسه غير هما بالتا وحنا بالسا هما بالعزاوي وحنا بالسميسه هادشي اللي كاين ياتا تورقتي وبعتي راسك رخيص سير انا كالحسان يا مشيت وراك بالقهر ويبان البرهان فيك يا من خان عشيرو